أحب قبل ذلك أن أعرض إطارا عاما عن هذا المشروع الذي يجسمه المجلس العلم المحلي بمدينة مكناس ببيان مرجعيته وطبيعته وأهدافه. أرجع أولا إلى الفلسفة الجديدة أو الرؤية الجديدة التي وجب أن تشتغل بها المجالس العلمية على الصعيد الوطني، أقول على الصعيد الوطني. هذه الرؤية التي تؤطر المجالس العلمية على الصعيد الوطني ترجع أساسا إلى طبيعة التشكيلة الجديدة والخلفية التي حكمت إعلان تأسيس المجالس العلمية في صيغتها الجديدة، انطلاقا من خطاب أمير المؤمنين محمد السادس أعزه الله وحفظه حينما أعلن في تطوان عند تأسيس المجالس العلمية وطنيا هدفا أو بالأحرى تعليلا، أي لماذا هذا التشكيل الجديد، لماذا هذه الصياغة الجديدة، فقال في نصه: حتى لا تبقى المجالس العلمية جزرا معزولة أو مجهولة. هذا المعنى العظيم الذي يتيح بل يفرض على العلماء وأعضاء المجالس العلمية وطنيا الانفتاح على جميع الميادين والقطاعات، ويفرض عليهم أن يكونوا حاضرين بما هم نواب عن أمير المؤمنين وبما هم يمثلون كلمة الدين الذي هو هوية هذا الوطن وجوهر هذا البلد، يجب أن يكونوا حاضرين في كل قطاع وفي كل قضية وفي كل مجال، سياسيا اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا علميا تعليميا، جميع المجالات وجب أن يكون المجلس العلمي حاضرا فيها، مناقشا محاورا موجها فاعلا كسائر الفاعلين. لذلك إذن بنى السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أيضا نظرية كما يسميها انطلاقا من هذا النص الملكي الثاني، سماها نظرية الاندماج الديني. المقصود بهذه النظرية إنما هي ضرب من إعادة الصياغة للفسيفساء المغربية ولهذا الانسجام الوطني المغربي في قالبه الدين السني الذي تأسس به منذ تأسس المغرب في عهد الأدارسة إلى اليوم. فهي إذن ضرور من ترسيخ الانسجام فيما بيننا نحن المغاربة كمواطنين مسلمين، لنا شخصيتنا الحضارية المستقلة، نعم العالم الإسلامي وحدة على العموم والإجمال، لكن لكل إقليم ولكل جهة منه خصوصيات حضارية شيء طبيعي معروف. هذه الخصوصيات في إطار ذلك الانسجام الكلي هو الذي ينبغي فعلا أن نحرص عليه جميعا، لأن مصلحة الدين تقتضي ذلك، ولأن مصلحة الوطن تقتضي ذلك، ولأن المصلحة العامة بكل أصنافها وبكل أبعادها تقتضي ذلك. فلذلك إذن في إطار هذا وذاك يبادر المجلس العلمي المحلي بمدينة مكناس، وأحسبها مبادرة أولى على الصعيد الوطني لتدشين مشروع في هذا الإطار، هو ما أسميناه بمشروع حوار المفاهيم، لعله الأول من نوعه على الصعيد الوطني. حوار المفاهيم نحسبه الآن من الأمور الضرورية الأكيدة، لأن العالم الآن كما يعبرون دائما في الإعلام وفي كل الوسائل صار قرية واحدة صغيرة، فدخول المصطلحات والألفاظ والمفاهيم وتداولها لم يعد يستأذن أحدا، وإنما الإمكان الآن للحفاظ على هويتنا وانسجامنا ووحدتنا الضرورية التي تفرضها علينا الظروف العالمية الآن بما نعرف من مذهبيات تناقض المذهبية الإسلامية جملة وتفصيلة تحاول الاقتحام، وبما نعرف أيضا من اجتهادات قد تكون داخل المنظومة الإسلامية لكنها تخالف طبيعة المغرب وخصائصه التاريخية ولم تؤدي إلا إلى فتن، ولا أعينها ولا مصطلحا ولا رفضا، الكلام سيتضح.
أعدوا بعون الله. وإنما القصد من ذلك جميعا أن حوار المفاهيم لم يعد ضرورة جهوية وحسب، بل صار ضرورة وطنية على الصعيد العام. هذه المفاهيم التي تدخل وهي كثيرة لا تنحصر، بل المفاهيم التي ورثناها عن آبائنا وإجدادنا، هل هي فعلا كما هي، أي هل نفهمها فعلا كما هي في العلم وكما هي في التاريخ، ونصير حتى لا يبقى الكلام هكذا فضاء، مفهوم المذهب، ما معنى المذهب المالكي، ما معنى العقيدة الأشعرية، ما معنى التصوف السني، ثم نضيف إلى ذلك المصطلحات الرائجة اليوم، ما معنى المواطنة، ولما لا مجلس العلم يجب أن يدخل، العلماء يجب أن يناقشوا هذا، لأن العلماء هم الحارسون وهم الموكلون بحماية هذا بنص الظهير المنظم لمجلس العلم وبنص خطاب أمير المؤمنين، هم المكلفون بحماية عقيدة الأمة، فإن لم يحمي عقيدة الأمة علماؤها أو علماؤها فمن يحميه إذن؟ وإنما هم نواب أمير المؤمنين كما بينت قبل قليل. لذلك من كل القضايا ينبغي أن تناقش، فتكون هذه سلسلة، سلسلة المفاهيم، كل الألفاظ التي تدل على حمولة ثقافية قد تثير مشكلة وجب أن تعرض للنقاش والحوار، وبصورة حرة، أقول حرة، لأن الحوار الحر كما يعبرون اليوم نفكر بصوت عام، هو الذي يجعل الوضوح يقع ويجعل الانسجام يقع. أما أن تولي جهة على جهة فهذا أبدا لن يؤدي إلا إلى تعميق الإزمة، ولن يؤدي بالأطراف التي قد لا تتفق مع الجهة المملية، يؤدي بها إلى تعميق أفكارها في خويصة نفسها في ظلماتها لا يشعر بها أحد، حتى تنتج من المفاسد الأضرار على الجماعة الكبرى، ما الله به عليم. فلذلك الحكمة والعقل والدين قبل ذلك وبعده يقتضي أن نحاور أنفسنا، ولذلك أقول أن نحاور أنفسنا. لما؟ الآن يتحدثون عن حوارات مع الأديان الأخرى، حوارات مع النصرانية أو مع اليهودية أو مع يعني ملل أخرى، نحن لسنا ضد الحوار، ولكن هناك أولويات، وقد يتحدث عن الحوار ويتحدث عنه ويمارس في إطار المذهبية الإسلامية الكبرى، يعني ما يسمى بأهل القبلة بين الشيعة والسنة مثلا. قبل ذلك أقول يجب أن نحاور نحن أنفسنا، أهل السنة والجماعة أولا، نحاور أنفسنا، لأنه لا عبرة بأي حوار داخل الدائرة الإسلامية مع الأطراف الأخرى من المذاهب العقدية الأخرى، ولا عبرة بحوار مع الآخرين من الأديان والمحل والمحل الأخرى، ما لم نكن نحن أولا وحدة منسجمة، هذا فاسد وغير صالح وغير ممكن. لابد من حوار داخل على صعيدنا الوطني، بما نحن على مذهبين معينين في الفقه وسلوك معينين وخلفية ومرجعية حضارية ثقيلة موروثة، لابد أن نتحقق هل نحن أولا أم أننا لسنا نمثل حقيقة امتدادنا التاريخي والحضاري. لذلك إذن أحسن أن هذه الخطوة إن شاء الله في بداية هذه المتواضعة مع هذه السلة من أهل الخير وأهل الفضل ندشن بحول الله خطوة أحسبها من العمق بمكان، ولعلها إن شاء الله أن تتسع دائرتها على الصعيد الوطني، ولعلها بإذن الله إن صدقت النيات وما أراها إلا صادقة بإذن الله عز وجل، فذلك أمل مرجوه أن تحقق ثمارا طيبة لهذا الوطن ولهذا البلد وللمسلمين عامة، لأن الحوار بهذا المعنى لن يكون إلا خيرا ولن يكون إلا فضلا. إنما الشرط فيه أمران، أن يتحقق بصدق النوايا والوضوح، والأمر الآخر بالعلم. فلهذا إذن يعني المجلس العلمي المحلي بمدينة مكناس بادر إلى هذا الفعل وهذه الخطوة الجريئة، ونعلم ظروفها ونعلم أحوالها ونعلم حجم المصطلحات وثقلها على المستوى العقدي الديني وعلى المستوى السياسي التي تطرح. فلذلك إذن أقول هي فعلا جريئة وهي قوية بإذن الله عز وجل، ولنا أمل أكيد أنها ستنجح بإذن الله وبحوله جل وعلا، لأننا مصرون على المتابعة في هذا الإطار، إطار حوار المفاهيم بخلفيته التي ذكرت وبمرجعيته التي ذكرت.